هذا وأجرت كاميرا التلفزيون المصري لقاءات مع عدد من الطلاب من أوائل الثانوية العامة بالمحافظات، حيث أعرب الطلاب عن شكرهم لدعم أولياء أمورهم، كما أشادوا بالمنظومة التعليمية في مصر. دايما بحاول في مذاكرتي، يعني طول اليوم بحاول أخصص جزء لنفسي وأخلصه على آخر اليوم. دعم أهلي وزمايلي ومدرسيني كان بالنسبة لي دافع كبير طول السنة. كنت بذاكر يعني الجزء اللي أنا خدته كشرح مثلا في الدرس في اليوم، أحاول أن أنا أروح أخلصه كله، وكنت بقسم وقتي اللي هو على حسب كل مادة، لأن مش كل المواد طبعا بتاخد نفس الوقت في المذاكرة، فكنت بكل مادة بخصص لها وقت معين على قد ما تاخد يعني. والحمد لله ربنا كرمني، الحمد لله يعني. ما كنتش متوقعة الجمهورية، كنت متوقعة المدرسة، بس الوزير اتصل على ماما الحمد لله، وبعدين جم كلهم قالوا لي الحمد لله. ما كنتش مصدقة في الأول، بس بعد شوية استوعبت بقى وقلت الحمد لله وسجدت شكر. بحبهم جدا الحمد لله، وقفوا جنبي كتير جدا. هما لو ما وقفوش جنبي كان ممكن يحصل حاجة تانية خالص. بقى كنت في آخر شهرين في حصل دروب، فهم لو ما كانوش شجعوني كده، وتوفيق ربنا طبعا. الحمد لله رحلتنا في ستيم كانت كويسة جدا، واستفدنا منها تجارب كتيرة ورهيبة، وبنت شخصيتي اللي أنا متأكد أنها ما كانتش هتتبني في أي مكان تاني وبأي مجهود تاني. فطبعا نشكر الله أولا، ثم نشكر القائمين على العمل الجميل ده واللي أدخل أصلا المدرسة في النظام المصري. والحمد لله أن أنا هشكر طبعا والدي ووالدتي وإخواتي، أن هم دعموني ماديا ومعنويا ووقفوا جنبي في كل حاجة، وما كانوش بيبخلوا عليا بأي حاجة بتعب وسهر وكل حاجة، وكانوا بيوفروا لي كل سبل الراحة الحمد لله. الحمد لله اللي وفقنا أن أنا أوصل للبوينت دي، حاجة أنا ما كنتش أتخيلها من أول السنة ولا حتى بعد الامتحانات. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره. طبعا أحب أشكر يعني ناس كتير، على رأسهم طبعا والدي ووالدتي، ربنا يخليهم ويبارك في عمرهم. يعني الحمد لله ربنا وهبني أب وأم قادرين إن هم يهيئوا لي الجو المناسب ان انا اذاكر. يعني الحمد لله ما كانش فيه اي ضغط من ناحيتهم، قعده السنه كانت زي الفل الحمد لله بوجودهم حواليا. احب اشكر اخواتي والمدرسين. وإلى الشأن الفلسطيني، حيث وجه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية الشكر إلى مصر على استضافة اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية. وخلال ترأسه جلسة للحكومة، أشار إلى أهمية تشكيل لجنة المتابعة والتي أعلن عنها الرئيس محمود عباس في إعطاء أمل للحوار، مشددا على ضرورة وقوف الجميع خلف المسؤولية الوطنية. الشكر للشقيقة مصر على استضافة اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة الذي دعا له السيد الرئيس. وكان مهم أن لا يقتصر هذا اللقاء على يوم واحد من الحوار، ولذلك فإن تشكيل لجنة للمتابعة يعطي بريق أمل باستمرار الحوار، ونحن نرحب بذلك ونثني على ما جاء في خطاب السيد الرئيس من خطورة المرحلة والهجمة الإسرائيلية المتكررة يوميا، ووجوب وقوف الجميع خلف مسؤولياتهم الوطنية لمواجهة هذه الهجمة ضمن إطار البرنامج النضالي الوطني المستند إلى المقاومة الشعبية ومواجهة جيش الاحتلال ومستوطنيه وعدوانهم على بورين وعنبوس وعقربة ومجدل بني فاضل وفروش بيت دجن والمغير وتكوع وأريحة وبرك سليمان وبدو الكعابنة وشمال شرق القدس وغيرها من المناطق في الأراضي الفلسطينية. من جانب آخر، يدين مجلس الوزراء العمل الإجرامي الذي ارتكب بحق قوات الأمن الوطني في مخيم عين الحلوة، ويحمل المعتدين كامل المسؤولية عن ما جرى في المخيم.